بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى معالي المستشارة الألمانية السيدة أنجلا ميركل أعرب جلالته فيها عن استنكار مملكة البحرين وإدانتها الشديدة لحادث الدهس الإرهابي الذي استهدف سوقا لأعياد الميلاد في مدينة برلين بجمهورية ألمانيا الاتحادية والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء واكد جلاله الملك المفدى في برقيته على ان هذا العمل الارهابي الاثم يتنافى وجميع الاعراف الانسانيه والمبادئ والقيم الاخلاقيه ومعربا جلالته حفظه الله عن خالص التعازي وصادق المواساه لمعالي المستشاره الالمانيه ولاهالي الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين